خلينا نراجع مع حضراتكم كده ونقول لكم اهم اخبار الفريق في اليومين اللي فاتوا. والحقيقه يمكن طبعا زي ما حضراتكم عارفين امبارح والنهارده كانوا اجازه النادي الاهلي من التدريبات بقرار من الجنوب افريقي بيتسو موسيماني عشان يبتدي الاهلي بكره ان شاء الله بقى ويرجع مره ثانيه او ترجع الفرقه مره ثانيه تبتدي تدريباتها، والتمرين بكره ان شاء الله هيكون الساعه 3 العصر استعدادا بقى لتجهيز الفريق لمواجهه سيمبا في ثالث مواجهات دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا. طيب نروح طبعا لوليد سليمان، الحقيقه اللي بيعود لتدريبات الفريق ان شاء الله هيعود بعد مباراه الاسماعيلي في الدوري بعد اكتمال شفائه التام من الاصابه اللي ابعدته طبعا عن مبارياته وتدريبات النادي الاهلي اللي فاتت وحرمته من ان هو يشارك في كاس العالم للانديه، افتقدناه بشكل كبير في المباريات اللي فاتت كلها. زي ما حضراتكم عارفين وليد سليمان بيعاني من اصابه قويه بتمزق في العضله الخلفيه اتعرض لها في اواخر شهر يناير اللي فات، وتحديدا كانت في مباراة البنك الأهلي بالدوري الممتاز. وليد سليمان خلاص يعني خاض البرنامج التأهيلي طول الفترة اللي فاتت علشان يتعافى من الإصابة دي، وزي ما قلت غاب بسببها عن الفترة اللي فاتت كلها وكأس العالم للأندية طبعا اللي أقيم مؤخرا، وطبعا قدر النادي الأهلي أن هو يحصل على الميدالية البرونزية. إيه اللي حصل بقى؟ الجهاز الطبي للنادي الأهلي أعلن خلاص أن وليد سليمان هيكون جاهز أن هو يشارك في تدريبات الفريق بعد مباراة الإسماعيلي إن شاء الله. إمتى مباراة الإسماعيلي؟ هتكون 10 مارس الجاري في اسكندرية. مهم قوي أن يكون عندنا لاعب زي وليد سليمان مجرد وجوده على يعني قاعد بس على دكة الاحتياطي في أي مباراة بتحس أن أنت مطمن أن في أي وقت ممكن اللاعب ده ينزل ويغير مسار المباراة كلها.